كتعرفوا منين بدات هذه الجائحه ديال الكوفيد 19 المدارس تغلقات وبدا التعليم عن بعد، وهذا التعليم عن بعد كيف كتعرفوا المردوديه ديالو ما كتعداش 20%. ورغم ذلك حنايا تقبلنا هذا التعليم لان ما عندناش البديل، واتصلنا بالمدرسه وقلنا لها بما انها هي كتدير واحد التعليم اللي ماشي هو التعليم العادي، انها هي توقف الجنب اباء التلاميذ اللي وقفوا بجنبها من نهار فاش تاسست، لانها كما كتاخذ يلاه قرات 20%، حنا اقترحنا عليهم يتخلصوا 50% من داكشي اللي كان المفروض نخلصوه في هاد الشهور الاخير. المدير العام رفض هذا الاقتراح ديالنا رغم اننا كتبناه، وهو كيستعمل معنا واحد الاسلوب ان اللي ما بغاش يهز ولادو ويديهم مدرسه اخرى، واللي ما خلصش العام الجاي يخرج ولادو من المدرسه ما يدخلهاش. هادشي هذا كله غير معقول، ماشي اسلوب حضاري اللي كنتعاملوا به. الكاليتي ديال كما كنقولوا ديال السيرفيس اللي كنا كنتصدروا خير الظن ديالنا تماما. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي كنهضروا عليها بالفعل الازمه ديال الكورونا، جميع الاباء تعرضوا زعما لازمات في الخدمه ديالهم، وبالتالي الراتب ديالهم ما شبروش كما كان مفترض يشبروا. كنطلبوا من بعد وسيم واحد الجيل ديال هاد لي زوغمونطاسيون كل عام كنحصلوا عليه هنايا، كنتفاجئوا كل عام في الدخول الدراسي كنلاحظوا بان دائما كاين واحد الزياده ديال 5% 7% 8%. رغم ان هاد المدارس حققت كتحقق ارباح طائله في عده سنوات، وهي تابعه لواحد الجمعيه دون غرض ربحي، سيتادير اسوسياسيون ابيد نون لوكراتيف اللي خصها تكون يلاه عندها التوازن في الميزانيه ديالها. هي كدير ارباح مثلا 2017 2018 دارت 4,300,000 درهم، عندها الامكانيات باش انها تعاطف. وكانت حنا شفنا من باب المنطق ان هذه المدرسه ما عندهاش الامكانيات، كون حنا خلصنا وسكتنا وصبرنا، ولكن دابا الناس ما عندهاش باش تخلص.